انت ما عندكش فيتامين سي، لان فيتامين سي من الحاجات اللي بالحرارة العالية بتروح مني وبالتجميد بتروح مني. اه عندي فيتامين دي في الاكل، عندي بعض انواع الفيتامينات، ولكن مش زي الخضار الفريش. يعني برضو مش نعتمد على الفريزر في كل اكلنا، كله اطلع من الفريزر. وبرضو انا في بعض الاكلات ما ينفعش انها تتجمد كذا مره. يعني ايه؟ يعني مثلا الخضروات المجمده اللي بنشتريها من السوبر ماركت، دايما اقول دي اخر حاجه نشتريها من السوبر ماركت، يعني ما اشتريهاش في البدايه والف في السوبر ماركت وثلاث اربع ساعات عقبال ما اروح تكون فكت وساحت واعيد تجميدها مره اخرى. ده غلط جدا، لان هي متصممه ان هي تتجمد مره وتفك مره، فلازم اراعي ده في تجميد الخضروات لو ما كانتش كمان والفواكه. اتجمدت في الطريق من بالظبط، لا السوبر ماركت بالظبط، لا للمصنع والمصنع للسوبر ده ماركت. حقيقي. فدي برضو من الحاجات اللي نبقى واخدين بالنا منها. وانا بشيل اللحمه والفراخ والاسماك تكون مغسوله ومتنظفه ومتقطعه ومتبله ومحفوظه، بحيث ان هي لما تطلع تكون جاهزه على الطهي. لما اجي اسيح اللحمه او الفراخ ما احطهاش على رخامه المطبخ واسيبها قبليها بليله وتنزل السوائل اللي فيها. اللي عايزه اقوله لحضراتكم ان السوائل اللي فيها ده مش الدم اللي بينزل من اللحمه، ده البروتين والمعادن. الدم احنا اتخلصنا منه ساعه الذبح. التسييح الصحيح ان انا اسيحها في الثلاجه، احطها في الثلاجه قبليها بليله، وبعد كده احطها او اضيفها في اناء الطهي عند استخدامها. فمهم جدا ان انا اراعي الحاجات دي لانها بتفرق معايا في الصلاحيه. امال الناس اللي بتفك الحاجه في الميه وبتفك الحاجه في الميكروويف وبتفك وبتطهي الحاجه في حله الضغط او في البريستو وهي مجمده او كده، ده وهي كده مجمده ما فيش مشكله منها. امال ان انا اكوني ان انا اسيحها زي ما حضرتك بتقولي في الميكروويف او اسيحها بره او ميه سخنه، خلاص ما هي عماله تفقد من قيمتها الغذائيه، فانا باكل ماده مالئه. تاكل انسجه وخلاص. بالظبط، انسجه، ما باكلش غير معادن حاجه فيها قيمه غذائيه مرتفعه.